دلوقتي آدم هيشرح لنا، هتشرح لنا ايه دودي؟ حاجات هي احنا بنصور فيها، ايه؟ حاجات هي احنا بنصور فيها. الدريس اللي انت المفروض هتصوره فيه، الدريس شكله ايه؟ يعني انت لبست ايه بقى؟ قولي الأول عن نفسك انت. انا لبست في حاجات تحت زي بنطلون كده ولا ايه ده بقى؟ بنطلون بس لونه ايه مش فاكر. هو شورت صح، زي التاني ده بلاك، ده شفتي بس هو مش لونه بلاك، لونه مش عارف طيب ماشي، لونه ايه؟ اللي انت بتقولي لونه بلو ولا لونه ايه؟ لونه ممكن بلو. طيب فوق بقى، فوق لبست قميص كده وكان عليه كده بتاع دي، بتاعت ايه دي؟ هي الريكتانجل دي عارفها؟ ريكتانجل، اوكي. الحمالات يعني تقصد. اوكي، وكان زرار قطعت، الزراير بتاعتها قطعت وبعدين عمو بخط الدبوس كده كده، بس حاطط الدبوس ايه في يعني مش في بطني، لا مال ازاي؟ في بطني، لا كده روح كده روح كده اوكي، خيطها يعني، بس هو شاطر فما جاش في بطنك يعني، هي ابره يعني مش دبوس. يعني بيخيطها كده بالابره و انا شفت الدبوس كده، مش طبوس بس الدبوس كان فيه فتله، كان فيه يعني حاجه بيخيط بيها. وكان في حاجة كده بخيط فيها بس مش خيط فيها، اوكي. طيب وايه تاني وكان بقى؟ في حاجة كمان بعور جدا شفت عليها دم، انا بقول هو ده دم حقيقة ولا ايه مش عارف. وكمان بص الرابط دول هم بيصوروا اوكي، لا لا ورانا استنى واحدة بس، الرابتس هنيجي للرابتس دلوقتي، بس انت دلوقتي بتقول على اللبس بقى، انت كنت لابس بتاع كده بحمالات وكده، وايه تاني بقى؟ وهنا بتاع دي ايه شكلها ايه دي؟ ايه؟ شاور فين؟ بتاع وهي هنا هي دي الفرح دي، بتاعت الفرح دي، هي اللي هي البيبيونة دي بتاعت الفرح والحاجات دي. بص انا شايف حاجة شايفها؟ ايوه، اللي هي اللي هناك دي. بس دي غلط. اوكي، اللي هي دي، البيبيونة دي. اوكي، فين دي؟ ماشي، اللي انت شاورت لنا عليها هناك. تعالى بقى اقعد هنا عشان نشوف بقى الموضوع ايه. وايه تاني بقى بتقول؟ وكمان كان في ماما كانت بتجوز، كانت لسه حاجة بتلمع كده، حاجة بتلمع، ده ايه ده؟ دريس كده ولونه وايت كده. اوكي، طب ده ايه بقى؟ يعني انا مش فاهم ده ايه، يعني انت اللي كنت لابسه ولا الجروب التاني بتاع الرابت؟ الرابط مش لابسين، مش الراب. انت اللي كنت لابسه. اللابس يعني انت كنت لابس زي البتاع، بتنزل كده من ورا كده على ظهرك كده، لا زي بتاعت ماما بتاعت الفرح كده، زي ماما فستان الفرح يعني تقصد، وكان في حاجة بقلمع كده. كان في ال اقعد اف هنا، اقعد هنا. كان اف مش اف اس تو ايه، لا كان اف كان اف اس مش عارف اف اس تو حاجة تانية يعني. طيب اوكي، بس هي كان فيها حاجة بقلمع كده. اوكي طيب، وبص انا حاجة كده زيك بس مش زيك، مش كده بص مش كده، لابسين حاجة هنا بقلمع وكده، ولابسين هنا الشورت شورت ولابسين بتاعي واضح ورا بتاع بتيجي ورا. بس يا نونو استنى، هم دول يا بابا جيرز؟ جيرز لا مش انت بتقول انت. طيب اوكي، طيب بالنسبة، واحنا لابسين. طيب ايه انت بتقولي بقى؟ في مجموعة نادين، بس يا نونو في مجموعة تانية كده اللي هم الرابط دول، ايه الرابط دول بقى؟ هم بتصوروا اوكي، هم مش نكتر، هم صوروا اوكي كده. هم لابسين ايه الاول؟ لابسين رابتس زي الرابط يعني، كلهم بنات يعني. مايرا كانت لابسة رابط، لا ده صف تاني. ده صف تاني يعني. في لون، اوكي في لون، في لون، في لون، في لون. مايرا لابست سيلفر دريس. يلا مستني مايرا لابسه ايه؟ سيلفر، سيلفر على ايه؟
أدرس وسيلفر على جرين وريد. اوكي. الرابط بقى ايه الفاني اللي حصل مع الرابط؟ بس كان في حاجة في كان في حاجة فاني حاجة فاني تضحك يعني مع الرابط. كده بصوره كده بعدين هم بصوره كده عم بصور هم بنططهم. طب وانت مرضتش تبقى مع الرابط دول يعني؟ لا شكلهم يضحك اصلا يعني. اوكي اوكي ايه وبعدين؟ بعدين انا لبست زي جونجل وزي مايرا مش لابسه كاب. انت لابس كاب يعني؟ انت لبست كاب؟ زي عمو قال لك خد الصوره ازاي؟ بص انا شفت حاجه يعني حلوه عامل زي الفلاور. كان في انا شفت بس يا نادين فستو تاني يعني فصل تاني كان ايه بقى؟ كان لبسين فلاورز. شكلهم يضحك يعني كان مسخرة خالص. بس مش عارف كيف على فلاور بس وكيف مش عارف ايه فلاور ولا لابسين كاب عامل زي فلاور. كان شكلهم يضحك يعني فانت كنت يعني مرضتش تبقى معاهم. يا كوفي بكره لبسك انت اللي يضحك. ايه يا كوفي لبسك انت اللي يضحك بكره. طيب المفروض بقى ان الحاجات دي في ايه بقى دودي؟ نقعد بقى عمار كمان واحنا لبسنا كده هناك. كان عمار كان هنجري كان عايز ياكل. مين ده؟ أمار ايه ده؟ أمار واحد يعني اسمه أمار؟ وهنجري كمان. اوكي طيب هارون هارون تاني هو فصل تاني افس تو سي. افس ون سي لا افس تو سي بقى. بص في واحد افس تو اي وواحد افس تو سي في تو هارون. انا افس تو سي انا قلت له انت اسمك هارون وقال انا اسمي حاجة تانية يا عم مش اسمي هارون. افس تو اي اسمه هارون مش انا مش افس. طيب انت كنت غلطان يعني ولا ايه مش عارف؟ انا غلطان عشان انا قلت هو اسمه هارون. اوكي عمل ايه بقى؟ بص ماما الصبح ماما ايه انا قلت عايز انام. اوكي بس انا مش نمت مش خلتني انام. وكمان بص الصبح تعالي يا نونو بس استني تعالي هنا جنب بابا. هو انا كنت ايه تعالي اقعد على رجلي بابا. الصبح كان ماما بقول اشوف بقالنا هو ده على المدرسة الاسود انا شفته مش بقالنا انا بقول لميرا هو ده بقى ادب لا كان بولش. لا هي صحي ما مش بولش. وايه اللي بولش ده؟ الشوز ادب الشوز بتاعك كان بولش امبارح. لا انا مش شفته ماما لمعتهولك امبارح كان بولش. لا اوكي مش بولش يا عم انا شفته بس مش بولش. جايز يمكن وبعدين ما اعرفش. وبص في كلاس تاني مش عارف لابسين ايه. كلاس لابسين كم ليدي بيرد. ليدي بيرد ولا انجري بيرد؟ يا جدود ليدي بيرد ايه الليدي بيرد ده؟ ليدي بيرد شكلهم ايه يعني؟ بص الجيرز لابسين ليدي بيرد بس هو دريس والبويز لابسين ليدي بيرد بس غريبه مش عارف غريبه. طب انت ليه ما لبستش واحده من الحاجات الحلوه دي؟ رابت او ليدي بيرد او يعني كل كلاس هم بيلبسوا مختلف. اوكي ديفرنت يعني صح؟ دو كل كلاس هم ديفرنت. اف اس 2 اي بيلبسوا الحاجات دي كلها. اف اس 2 دي بيلبسوا رابت. اف اس 2 طيب يا دودي احنا هنروح بقى المدرسه نبقى نصورك ونبقى نشوف الحاجات الحلوه دي شكلها عامل ازاي يعني ماشي؟ شكرا على الشرح.